تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر، الأغنياء أم الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهرب الضريبي وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. مرحبا، أهلا وسهلا في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة، برنامج شهري يقدمه وليد بن رحومة، تنتجه شبكة العدالة الجبائية، يعده أسامة دياب ويخرجه هشام بن عمر. الجباية ببساطة، تستمعون في حلقة اليوم من الجباية ببساطة. القرار اللي اتخذ بإعلان الملكيات المنتفعة لهذه الشركات هيبقى طبعا قرار مهم في مسألة مكافحة التهرب، يعني مكافحة غسيل الأموال ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وكذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هم عارفين ان هم بيمولوا ناس في الحكومة عندهم استثمارات خاصة وانه دعمهم قد يحمل تعارض للمصالح. شخصية سياسية مش حابة ان اسمها يتعرف ان هي تملك شركات او اموال معينة، فكانت تقدر بمنتهى البساطة تروح تسجل شركة هناك في هذه الاماكن وتعين مالك وجهة. بيحط شركة في هذه الدولة علشان يستفيد من الميزية دي، وعنده ميزية تانية بتاعة السرية بتاعة وعدم الشفافية وعدم الضرائب في الجزر الصغيرة. حلول نهاية عام 2020 مفروض تكون كل السجلات العامة الخاصة بال14 إقليم دول موجودة ومفتوحة لأي حد ما هو يقدر يستخدمها ويستفيد منها. البنك الدولي بيقبل إنه يسلف شركات مش معروف مين المنتفعين الحقيقيين بتوعها أو أصحابها الحقيقيين. أي حد بيتهرب أو حتى بيتجنب ضريبيا بيبقى مهم جدا ده إن ده يحصل بسرية. الجباية ببساطة، نبدأ بأخبارنا المتفرقة، حيث يناقش الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب أكبر على الشركات العملاقة للإنترنت والمعروفة بعبارة جافا، جوجل، أمازون، فيسبوك وأبل، والتي عادة ما تدفع معدلات منخفضة جدا من الضرائب على أرباحها. ويحاول القانون أن يفرض على هذه الشركات دفع الضرائب في الدول التي تقيم فيها نشاطها بدلا من النظام الحالي الذي يخضعها للضرائب في أماكن تواجد مقراتها. وستشمل الضرائب الجديدة أنشطة مثل بيع الإعلانات في المساحات الرقمية، واقترح الاتحاد الأوروبي معدل ضريبة ب3% على هذه الإيرادات. وستطبق هذه الضرائب الجديدة على الشركات التي تتخطى إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنويا وإيراداتها داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو في السنة، وهو ما يخضع نحو 200 شركة لهذه الضريبة الجديدة، من بينهم العمالقة أمازون، جوجل، فيسبوك، أبل وألي بابا. وانقسمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول فعالية هذه الضريبة، حيث أبدت دول كإيرلندا ومالطا ولوكسمبورغ تحفظها وهي المتهمة بالاستفادة من قوانينها الضريبية المتساهلة حيال هذه الشركات لاستقطاب مقراتها. كذلك كان موقف السويد والدنمارك وفنلندا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي كانت أيدت الفكرة في مرحلة أولى قبل أن تتراجع. إلى الأردن الآن، حيث وافق مجلس الوزراء الأردني الأسبوع الماضي على تمرير قانون جديد لضرائب الدخل بإعاز من صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي وقعته الأردن مع الصندوق. وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من فرض الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%. لاغية بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة، ويهدف القانون الجديد إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية لتخفيض عجز الموازنة ونسب الدين العام في البلاد. وقد أثار ذلك حفيظة بعض الملاحظين الذين اعتبروا أنه كان الأجدى أن يتم توجيه هذه المداخيل الجبائية الإضافية نحو الاستثمار بدلا من تخفيض عجز الموازنة ونسب الدين العام في البلاد، وهي قرارات لا تحظى عادة بالموافقة الشعبية. من الأردن إلى ماليزيا، وإلغاء الضرائب على السلع والخدمات في ماليزيا بعد فوز مهاتير محمد بالانتخابات، حيث تعتزم الحكومة الماليزية إلغاء ضريبة السلع والخدمات للوفاء بوعد مهاتير محمد الانتخابي بعد فوزه بالانتخابات ضد نجيب رزاق. وكان مهاتير محمد قد أدرج إلغاء ضريبة السلع والخدمات كجزء من برنامجه الانتخابي،
بعد أن تم فرض الضريبة بنسبة 6% من قبل حكومة نجيب رزاق في 2015، لكن مع خسارته للانتخابات سيتم إلغاء الضريبة التي لم تلقى شعبية كبيرة وسط المواطنين الماليزيين لما سببته من تضخم وارتفاع في تكلفة المعيشة. والمعروف أن عددا هاما من الخبراء الاقتصاديين يعارضون فكرة الضريبة على السلع والمبيعات لأنها لا تفرق بين الغني والفقير، والحال أن الضريبة يجب أن تراعي ذوي الدخل المحدود وتكون أشد على الفئات الاجتماعية المترفهة والشركات الكبرى عبيرة القارات حسب تقديري. أخبارنا المتفرقة نختمها بالإمارات العربية التي تنضم للإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح البيبس، حيث انضمت دولة الإمارات المتحدة للإطار الشامل لمبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وهي المبادرة التي أطلقتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الأوعية الضريبية ونقل الأرباح. وتهدف المبادرة التي تضم 116 دولة من جميع أنحاء العالم إلى الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التي تستغل الفجوات في القواعد الضريبية لنقل وتحويل الأرباح بشكل اصطناعي إلى دول ذات معدلات ضريبية منخفضة بعيدة عن الدولة التي تم تحقيق الأرباح فيها، وهو ما يؤثر على عدالة ونزاهة النظام الضريبي ككل وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. للتذكير فإن الإمارات العربية المتحدة كانت في المرتبة 9 لمؤشر السرية المالية الذي يصنف الدول الأقل شفافية في العالم من شبكة العدالة الضريبية، وانضمامها لهذا البرنامج قد يكون مؤشرا على مدى ضعف نجاعته. ابقوا معنا في الجباية ببساطة. بعد قليل أسامة دياب باحث في الحقوق الاقتصادية وشفافية المالية يقوم بقراءة في قرار مجلس العموم البريطاني حول الملذات الضريبية وإجبارها عن إعلان الملكيات المنتفعة للشركات المسجلة لديه. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية. نتحدث في الجباية ببساطة عن قرار مجلس العموم البريطاني بإجبار الملذات الضريبية التابعة للمملكة البريطانية عن إعلان الملكيات المنتفعة للشركات المسجلة لديها. قرار سيحلله أسامة دياب باحث في الحقوق الاقتصادية والشفافية المالية. أسامة أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا وليد. القرار تم اتخاذه خلال بداية الشهر وتمت المصادقة الملكية عليه، لو نأخذ أكثر تفاصيل عن هذا القرار. القرار تم الموافقة عليه في البرلمان البريطاني في أول شهر مايو، وتم موافقة عليه يعني موافقة كاسحة تقريبا بإجماع الحزبين الكبار هناك، حزب المحافظين وحزب العمال، في حالة نادرة يعني مش دايما بتحصل. وتم الموافقة الملكية عليه بإمبارح، فخلاص بقى قانون ساري من إمبارح. الموافقة الملكية طبعا بما أن يعني بريطانيا ملكية دستورية ديمقراطية، فالموافقة هي يعني إجراء سوري أكتر منه إجراء حقيقي. آخر مرة تم الاعتراض من قبل الملك بريطانيا على القانون كان سنة 1708، فيعني فعليا تم تمريره في أول الشهر من قبل البرلمان، وده يعتبر نقلة كبيرة الحقيقة وخبر جيد من منظور الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، لأن الملاذات الضريبية التابعة للتاجر البريطاني أو ما يسمى بالبريتش أوفرسيز تيريتوريز أو أقاليم ما وراء البحار البريطانية، طالما تم استخدامها من أجل إخفاء الأموال الفاسدة والتهرب والتجنب الضريبي وتم استخدامها من قبل شبكات الجريمة المنظمة على مستوى العالم، هذه الأساليب كانت تكلف الحكومات عادة مبالغ طائلة من محصلات ضريبية فائتة أو يعني خسارات ضريبية. فطبعا القرار اللي اتخذ بإعلان الملكيات المنتفعة لهذه الشركات هيبقى طبعا قرار مهم في مسألة مكافحة التهرب، يعني مكافحة غسيل الأموال ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وكذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. على أرض الواقع ما الذي سيتغير أسامة بعد هذا القانون؟ إعلان الملكيات المنتفعة للشركات المسجلة في الملاذات الضريبية البريطانية، ما الذي سيتغير؟ طبعا قبل كده كان بيبقى بإمكان أي شخص، يعني نقول مثلا سياسي، شخصية سياسية مش حابة ان اسمها يتعرف ان هي تملك شركات او اموال معينة،
فكانت تقدر بمنتهى البساطة تروح تسجل شركة هناك في هذه الأماكن وتعين مالك وجهة أو ما يسمى يعني بيقولوا بالإنجليزي نوميني دايركتور، اللي هو حد بيمثل بس على الورق، بيبقى اسمه موجود على الورق كوجهة للشخصية الحقيقية أو الملك المنتفع. القرار الجديد هيجبر هذه الولايات القضائية أو الأقاليم على نشر السجل العام، هيبقى متاح لجميع الناس مش الحكومات فقط، هيبقى السجل العام فيه ملكيات المنتفعة أو الملاك المنتفعين لكل الشركات المسجلة في هذه الأقاليم. الأقاليم دي تشمل 14 إقليم، لكن منهم اثنين كانوا معروفين جدا، يعني معروفين بأن هما من أشهر الملاذات الضريبية الموجودة على مستوى العالم، وهم جزر كايمان والجزر العذراء البريطانية أو البريتش فيرجن آيلاند. دول من الأقاليم اللي هنطبق عليهم القرار الجديد. وفقا لمؤشر السرية العالمية وليد الصادر عن شبكة العدالة الضريبية أو الجبائية زي ما بتقولوا يعني في المغرب العربي، فالجزر دي مثلا جزر كايمان اللي هي من الجزر أو من الأقاليم اللي هينطبق عليها القرار أو القانون الجديد، كان ترتيبها الثالث كأكثر ولاية قضائية سرية في العالم، وجزر كايمان جت في المركز السادس عشر. فالأقاليم دي كانت دايما بتقدم خدمة السرية المالية، لأن حضرتك عارف طبعا أن ما ينفعش حد أي حد بيتهرب أو حتى بيتجنب ضريبيا، بيبقى مهم جدا ده ان ده يحصل بسريه، لان يعني بيبقى مهم ان سلطات الدوله اللي هو بيتهرب او بيتجنب منها ضريبيا ما تبقاش قادره ان هي توصل لحجم امواله، حجم اعماله واماكن تواجدها. فدايما النسب الضريبه المنخفضه او الولايات القضائيه اللي بتقدم خدمات ضريبيه دايما بتبقى مقترنه بالسريه كمان. فالدول دي تقريبا من اكتر او الاقاليم دي من اكتر الاقاليم اللي فيها سريه ماليه في العالم، وفقا كمان حتى لمؤشر السريه العالميه بتاع شبكه العداله الضريبيه. نقطه مهمه تانية يا وليد، ان عدد الشركات في الجزر العذراء البريطانيه بيمثل تقريبا 14 ضعف عدد السكان. يعني فيه يعني تقريبا في الجزر العذراء البريطانيه في 14 شركه لكل نسمه. السبب في ده ان اغلب الشركات دي بتبقى شركات بتنتمي فقط بشركات ورقيه او شركات وهميه ملهاش اي نشاط حقيقي، وبتبقى شركات موجوده على الورق فقط وبتبقى مؤسسه لاغراض خاصه، وحتى بالانجليزي بيسموها special purpose entities او كيانات اغراض خاصه، وعاده الهدف بيبقى منها موجود على الورق فقط، والهدف منها يعني بيبقى عاده هو التهرب والتجنب الضريبي. فده تقريبا هيقلل جدا، القانون الجديد ده هيقلل جدا من دور الاقاليم دي كمقدمين للخدمات الماليه والسريه الماليه. هو رقم مضحك مبكي اسامه، لو طبقنا نفس هذا الرقم مثلا على جمهوريه مصر العربيه التي تضم اكثر من 100 مليون ساكن، سيكون عدد الشركات في مصر 1,400,000 شركه، رقم مهول يعني. مظبوط. بالضبط، ما فيش يعني مين، يعني قصدي لو الشركات دي كانت شركات حقيقيه هيجيبوا موظفين منين؟ يعني لو في 14 شركه لكل نسمه وكل شركه فيها موظف، لو افترضنا ان كل شركه فيها موظف واحد هيحتاجوا 14 ضعف عدد السكان، وطبعا مش كل السكان بيبقوا في سن العمل ومؤهلين للعمل، فطبعا ده بيبقى اكبر دليل ان اغلب الشركات اللي هناك شركات موجوده على الورق فقط ملهاش اي نشاط حقيقي. هذا القانون مهم جدا، اعلان الملكيات الأشخاص المنتفعة بالشركات المسجلة في كل أنحاء المملكة البريطانية بما فيها كما ذكرت الجزر العذراء، جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية. متى سيبدأ العمل بهذا القانون؟ في نقطة بس أوضحها يا وليد، إن هو القانون ده بينطبق على البريتش أوفرسيز تيريتوري اللي هم الـ14 إقليم اللي أغلبهم عبارة عن جزر صغيرة موجودة في البحر الكاريبي، لكنه لا ينطبق على ما يسمى بالكراون ديبندنسي أو ملحقات التاج البريطاني، اللي هو عبارة عن ثلاث جزر اللي هي جزيرة جيرزي وجيرزي وآيل أوف مان، اللي هم موجودين في حوالين الجزيرة البريطانية نفسها، فهم موجودين في أوروبا في البحر الأيرلندي وفي القناة الإنجليزي،
وهما ثلاث جزر ايضا معروفين على لكلهم ملاذات ضريبيه. وللاسف القانون، ودي من عيوب القانون ان هو طبعا قانون جيد، لكن من عيوبه ان هو لا ينطبق على ملحقات التاج البريطاني اللي هما الثلاث جزر دول. وما تفسير هذا؟ آيل أوف مان وجيرزي وجيرزي. ما تفسير هذا يا وسام؟ تفسير هذا هو الوضع القانوني للكراون ديبندنسيز، ان هما بيبقى عندهم سلطه حكم ذاتي اقوى من اقاليم ما وراء البحار. يعني هما بيعتبروا اقاليم مستقله الى حد كبير، عندهم يعني مستويات اعلى من الحكم الذاتي، فما تقدرش حكومه لندن تجبرهم على هذا الامر. طيب متى سيبدا العمل بهذا القانون في ال 14 اقليم التابعه لبريطانيا في المحيط الهادي؟ هو القانون ده يعني دلوقتي فعال بالفعل، لكن بيدي مهلة 30 شهر، لأن طبعا حضرتك عارف أن الحاجات دي بتاخد وقت، فهم مدين مهلة للأقاليم دي 30 شهر، فبحلول نهاية عام 2020 مفروض تكون كل السجلات العامة الخاصة بال 14 إقليم دول موجودة ومفتوحة لأي حد إن هو يقدر يستخدمها ويستفيد منها. أسامة ختاما، هل أن قانون مثل هذا سيقضي ولو جزئيا على تبييض الأموال والتهرب الضريبي؟ أي مفعول لهذا القانون فعليا؟ طبعا يا وليد، هو يعني مجهود من مجهودات تضييق الخناق على مسائل التهرب والتجنب الضريبي، وهو شيء طبعا محمود، لكن في الاخر برضو لازم نحط في الاعتبار ان دي دول وجزر صغيره جدا، نقدر نفذ عليها بسهوله امور زي دي، ان هي تبقى اكثر شفافيه وان هي تعلن عن سجلات الملاك المنتفعين. لكن مثلا لغايه النهارده في دول كبرى ما زالت بتساعد على بعض انواع التجنب الضريبي، وفيها يعني قدر عالي من السريه الماليه زي سويسرا مثلا، واحيانا هولندا كمان بيبقى ليها دور في بعض مسائل التجنب الضريبي. عندنا في منطقتنا العربيه اماكن مثل دبي مثلا حتى بتستخدم دلوقتي لاغراض التجنب الضريبي باستخدام ما يسمى باتفاقيات منع الازدواج الضريبي. فطبعا دي خطوة محمودة لا شك في ذلك، لكن لازم يتبعها خطوات برضو لها علاقة بالدول الكبرى. يعني حتى الاتحاد الأوروبي لما كان أطلق العام الماضي قائمة بالملاذات الضريبية اللي كان منها للأسف تونس، محطش في القائمة الدول الأوروبية خالص، وده كان قرار واعي منهم بان هم ما يقدروش يحطوا. انت عارف يا وليد الاتحاد الأوروبي بيطلع قرارات بالإجماع، يعني لازم كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توافق على القرار عشان يصدر، فما كانش هيبقى من الممكن ابدا ان يبقى في تضمين لدول الاتحاد الاوروبي في هذا القرار، لان كان ساعتها الدوله دي هتعترض وما كانش كان هيعطل القرار ككل. فالمهم زي ما الخطوه دي حصلت ان هو يتبعها خطوات كمان تستهدف السريه الماليه في الدول الكبرى، وكمان الدول دي بتمكن كتير من اساليب التجنب الضريبي، ولازم يتم مواجهه ده كمان، مش بس الملاذات الضريبيه التقليديه او الكلاسيكيه زي الجزر العذراء البريطانيه او كيمن ايلاند يعني، او اقاليم وراء البحار البريطانيه. هي خطوه على درب مزيد من الشفافيه الماليه وتفادي التهرب الضريبي، لكن في انتظار خطوات اخرى في هذا الدرب. جزير للشكر اسامه دياب، باحث في الحقوق الاقتصاديه والشفافيه الماليه وعضو قار في الجبايه ببساطه. شكرا مره اخرى لاسامه دياب. الجبايه ببساطه، مجله جبائيه من اجل عداله جبائيه. الجبايه ببساطه، مجله جبائيه من اجل عداله جبائيه. مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من الجباية ببساطة. في الحوار اليوم سنتحدث عن تقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير بعنوان من وراء حجاب استثمارات البنك الدولي بين السرية المالية ووعود التنمية، حالة مؤسسة التمويل الدولية في مصر. هذا التقرير يلقي الضوء على استثمارات مؤسسة التمويل الدولية International Financial Corporation IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، وكيف أنها تستثمر في شركات متورطة في التجنب الضريبي عن طريق استخدام شركات أوفشور مسجلة في ملاذات ضريبية سرية.
شركات لها كذلك علاقة بشخصيات سياسية من ضمنها نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك. في البداية أستاذة سلمى حسين باحث أول بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيدة سلمى. ما هو الدور الذي تقوم به International Financial Corporation التابعة لمجموعة البنك الدولي في مصر؟ هي المؤسسة دي هي الذراع البنك الدولي اللي بيقوم بإقراض شركات القطاع الخاص، وبالتالي هي بتقوم بإقراض مشروعات بيقوم بيها القطاع الخاص سواء صناعية أو في البنية الأساسية أو تكنولوجية أو غيرها. تقرير استثمارات البنك الدولي بين السرية المالية ووعود التنمية، ما هي أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير؟ أهم حاجة لقيناها إنه البنك الدولي بيقبل إنه يسلف شركات مش معروف مين المنتفعين الحقيقيين بتوعها أو أصحابها الحقيقيين، والحقيقة إنه ده كان شيء يعني مدهش جدا. كمان في 50% من الشركات عندهم ملاذات ضريبية، ودي نسبة كبيرة جدا، وده على الأقل يعني هو لأنه في كتير من المعلومات مش واضح فيها، يعني كتير من المشروعات مش واضح، يعني مش متوفر فيها معلومات إذا كان مثلا الشركة تمتلك شركة مسجلة تابعة في ملاذ ضريبي. في 37% من الحالات ما كانش واضح، نقص الشفافية اللي بيؤدي إلى أحيانا تورط في إنه مساعدة شركات أو مستثمرين مش بالضرورة سمعتهم جيدة. فقط للإشارة، بالنسبة للـ International Finance Corporation التابعة للـ World Bank Group، مجموعة البنك الدولي، هي مؤسسة مالية دولية رأس مالها على ذمة 184 دولة عضو، متواجدة في أكثر دول العالم وموجودة بالطبع في مصر. والتحقيق أو الدراسة التي قمتم بها تهتم بالجانب المصري. ما المشكلة في وجود شركات أوفشور؟ نسبة كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات لديها شركات أوفشور. الحقيقة هما مشكلتين، أول مشكلة ليها علاقة بضياع كم كبير من الموارد العامة اللي ممكن تكون بتستفيد بها دولة في تمويل خدمات اجتماعية ومشروعات تنموية، وبالتالي هو حرمان الخزانة العامة من موارد تقدر بالمليارات. المشكلة الثانية الحقيقة هي أنه السرية بتكون عادة يعني اختيار الفساد المفضل، وبالتالي اقتران الملاذات الضريبية بالشخصيات السياسية والنافذة بالذات في الدول النامية، وحاليا حتى مؤخرا شفنا وحتى كمان في الدول المتقدمة بقى مسار يعني مزيد ومزيد من المعلومات والانتقادات. هذا الهيكل هو بالأساس يقوم باستثمارات تنموية، لكن يقوم كذلك باستثمارات ربحية، يعني الربح ليس بالضرورة هو الهدف الأول لهذا الهيكل. هو يفترض أن التنمية أولا والربح ثانيا بالنسبة لمشروعات المؤسسة التمويل الدولية، لأنه هي بالتأكيد مؤسسة تنموية قبل أي شيء، وده اللي بيفرقها عن أي بنك آخر أو أي وسيط مالي آخر مستعد أنه يمول أي مشروع، وبالتالي ده نمرة واحد. نمرة اثنين هي كمان عملت مؤخرا من في 2014 عملت سياسة لتمنع المؤسسة من التورط في أي استثمارات لها علاقة بالمراكز المالية الأوفشور، لكن الحقيقة إنه التطبيق كان يعني غريب جدا. لما أقول لحضرتك مثلا إنه 40% من استثمارات الاي اف سي أو المؤسسة مشتركة فيها المنتفع الحقيقي بتاعها غير معروف، وبالتالي هنا لما نقول إنه على الأقل نص الاستثمارات فيها لها علاقة بشركات في أوفشور، ده معناه انه السياسه دي غير كافيه بالمره، انها مرنه زياده عن اللزوم بحيث انه هي لا تمنع الظاهره بتاعه التهرب الضريبي عن طريق الأوفشور. خليني اقول لك انه بعد السياسه كمان اكتشفنا انه عدد الشركات اللي مولتها مؤسسه التمويل الدوليه ذات صله بالأوفشور زاد ل 80% من الشركات.
يعني كأنه سياسة فتحت شهية المؤسسة على مساعدة شركات قد تكون بتتجنب ضريبين. هو في الدراسة أستاذة سلمى حسين 37% من الشركات التي تم تمويلها من طرف الIFC في مصر يملكها أشخاص نافذون سياسيا، 23% منهم تورطوا في قضايا فساد داخل أو خارج مصر، منهم من تمت إدانتهم وآخرون تمت تبرئتهم أو لا تزال محاكمتهم جاري. يعني ده نتيجة طبعا، يعني كانت حاجة بالنسبة لنا، لأنه إحنا سألنا القائمين على المؤسسة، على مكتب المؤسسة في مصر، هل كنتم تعلموا أنه الأشخاص دول نافذين سياسيا اللي أنتوا بتمولوهم ولا لا؟ وكانت الإجابة أنه أيوة، هم عارفين أن هم بيمولوا ناس في الحكومة عندهم استثمارات خاصة، وأنه ده ممكن قد يحمل تعارض للمصالح، لكن هم كان ردهم أنه ساعتها كانوا دول ناس بيحظوا بسمعة جيدة جدا، وبالتالي وعملنا استثمارات جيدة جدا من حيث السمعة في المشروعات. طيب أستاذة سلمى حسين، في العالم العربي من المتعارف عليه أن الشركات الضخمة تحقق أرباح كبيرة تكون مرتبطة بشكل ما بنظام الحكم، هل من الممكن لعمليات القطاع الخاص الخاصة بالبنك الدولي أن تتفادى التعامل بشكل كامل مع تلك الشركات؟ هل سيتبقى شركات تستطيع التعاون معها إن فعلت ذلك، يعني إن استثنت الشركات التي يملكها أشخاص نافذون سياسيا؟ نحن طيب أتكلم على مصر، وأعتقد أنه الكلام نقدر نعممه على بقية الدول. في مصر إحنا وفقا للبنك الدولي نفسه في 36 مستثمر يملكون حوالي 1000 شركة، من بين مئات الألف من الشركات، وبالتالي لما أتجنب أتعامل معاهم أنا هنا بدي فرصة لمئات الألاف من الشركات الأخرى أنها تنمو وتكبر، وبالتالي تخلق وظائف أكتر وتكون على قدم المساواة. يعني الشركات النافذة سياسيا دي بتحظى بكم من الدعم المالي السنوي من الخزانة العامة يقدر بحوالي 100 مليار جنيه، غير كل ما هو أراضي، تخصيص أراضي بأسعار أقل من قيمتها، غير نفاذ للحصول على التمويل المصرفي، وبالتالي هم مش ناقصين خالص اي مساعده، بالعكس. لكن الاهم انه انا اساعد الاغلبيه العظمى من الشركات اللي محتاجه فعلا مساعده وبتعاني من التمييز بالضغط. حسب الدراسة فإنه في مصر هناك تجنب ضريبي يكلف الدولة 68 مليار جنيه في سنة 11 و2000 12 و2000، ما يعادل ثلث الإيرادات الضريبية في ذلك العام. الدراسة شملت 3 حالات تثبت التورط في التجنب الضريبي، تثبت كما كنا ذكرنا وجود نفوذ سياسي لأصحاب الشركات، و تورط الشركة أو صاحبها في قضايا فساد. هناك حتى في التقرير هناك ذكر للمجموعة المالية هيرمس، مجموعة أوراسكوم القابضة، ومجموعة القلعة القابضة. لنتحدث قليلا عن هذه الأمثلة الحية في التقرير. لما ابتدينا نشتغل على الملف كله، هما حوالي 93 مشروع في مصر مولهم الIFC، ولقينا خصائص كتيرة جدا مشتركة بين المشروعات دي كلها، وحبينا نشوف ثلاثة كل واحد عنده طريقة مختلفة في سواء في طريقة إدارة مشروعاته أو في طريقة التجنب الضريبي بتاعه. وبالتالي كانوا الثلاث أمثلة دول معبرين عن ده، يعني إنه مثلا كان في جيل أول من التهرب الضريبي عن طريق الجزر الصغيرة اللي هي كايمان آيلاندز وبريتش فيرجن وهكذا وجزر العذراء. بعد كده تطور الموضوع لأنه بقى في حاجة اسمها استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي لمنع دفع الضرائب في البلدين، يعني في الآخر استغلت لصالح الشركات والمستثمرين إن هم لا يدفعوا هنا ولا يدفعوا في، يعني ما يدفعوش في أي من البلدين. وبعدين تطور بقى الموضوع لشبكة من الطرق المختلفة الكتيرة، صعبة جدا التتبع، يعني عندهم مازال شركات وهمية في جزر صغيرة، لكن كمان عندهم شركات أخرى تابعة في دول ذات مثلا إحدى الدول تعطي مزايا ضريبية لنوع معين من الأرباح، زي مثلا أرباح الرأسمالية. فإذا بيحط شركة في هذه الدولة علشان يستفيد من الميزية دي، وعنده ميزية تانية بتاعة السرية بتاعة وعدم الشفافية وعدم الضرائب في الجزر الصغيرة، وعنده في ولاية ثالثة كمان ممكن تكون حتى في أمريكا شركة برضو تابعة
بحيث انه ودي عليها متاخرات ضريبيه. يعني في طرق كثيره جدا ومتشابكه، يعني كانه اعتقد حتى يعني لدرجه ان انا في لحظه تخيلت ان ده حاجه مكلفه جدا، ان هو يقعد يعمل كل الشركات دي عشان يتفادى الضرايب، كان اسهل له يدفع الضرايب ويخلص. يعني مساله عبء كبير، يعني اللي هو في انت عارف منظمة التعاون اللي هي نادي الأغنياء، يعني عندهم على الموقع بتاعهم زي كده بوابة مخصصة للحكومات فقط، لكن بيتكلموا عنها أنه رصدوا 400 خطة للتجنب الضريبي، 400 خطة مختلفة، قليل منها هو اللي قانوني لكن معظمها غير قانوني. طيب ما دمنا تحدثنا عن نقطة القانوني وغير القانوني، المعروف كونه في قوانين أغلب الدول في العالم التجنب الضريبي غير ممنوع قانونا. هو عارف غير ممنوع لكن أصبح مكروها، يعني ده الجديد في الموضوع. يعني قبل كده كان غير ممنوع ومرحب به طالما لأنه يقال أنه ملوش أضرار ومن حق أي حد يختار يستثمر في أي مكان، لكن الحقيقة أنه صدمة الأزمة المالية الأزمة العالمية الاقتصادية في 2008 ابتدت تغير الموضوع ده، النظرة للمسألة دي، خاصة مع تصاعد اللامساواة. يعني احنا عندنا من الدراسات دلوقتي ما يؤكد انه تجنب الضريبي ده بيقوم به الاكثر غنى، وبالتالي هو بيساعد الاغنى انه يفضل يكون اكثر ثراء على حساب الطبقات الاخرى، وده امر غير مستدام وضد الاستقرار العالمي يعني بشكل عام. هل تعتقدون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حسب الدراسة التي قمتم بها ان مؤسسة التمويل الدولية الانترناشنال فاينانشال كوربوريشن التابعة لمجموعة البنك الدولي على علم بكل هذه العمليات المعقدة التي تهدف إلى التجنب الضريبي قبل تمويل هذه المشاريع وهذه الشركات؟ الحقيقة إنه إذا منظمة صغيرة بإمكانيات صغيرة زينا قدرت تشوف كم التجنب الضريبي ده من مجرد بحث صغير على الإنترنت، فأعتقد إنه ما يصحش أقول إنه مؤسسة زي التمويل الدولية بكل خبرائها وعلمائها في الاقتصاد وفي التمويل غير قادرين على إنهم يشوفوا ده. والحقيقة إنه في كأنه القائمين عليها لسه مش عارفين المدار بتاعة المسألة دي بجد أو كده، يعني بدأوا لما إحنا سألناهم إنه يعني طب ده الشركة الفلانية عندها كذا وكذا وكذا في مقرات في ملاذات ضريبية، فكان رد الراجل مندهشا جدا، هو إيه المشكلة إنه أي مجموعة من المستثمرين ينشئوا شركة لغرض ما في مكان ما، في حاجة لا تعبهم في شيء. هناك استسهال للعملية؟ يعني القواعد اللي هم حاطينها أكثر من مرنة خلينا نقول عليها متسيبة، واللي بيقوم على 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 تفعيل القواعد دي ناس غير متحمسين خالص لقضية التهرب الضريبي ولا العدالة الضريبية. والحقيقة إنه دي حاجة إحنا لمسناها في من مقابلة المسؤولين ومن النتيجة بتاعت الأعمال. يعني في سنة واحدة إحنا أقسام كمان سبقتنا في سنة عملت عن أفريقيا جنوب الصحراء، ولقت إنه 80% في سنة واحدة من المشروعات اللي بيمولها مؤسسة التمويل الدولية لها شركات في ملاذات ضريبية، 80% في أفريقيا. فيعني في عدم تقدير لعواقب المسألة دي شديد جدا. جزيل الشكر أستاذة سلمى حسين، باحث أول بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. أذكر بالدراسة استثمارات البنك الدولي بين السرية المالية ووعود التنمية، حالة مؤسسة التمويل الدولية في مصر من وراء حجاب، هذا العنوان بالنسبة للدراسة التي أصدرتموها بمناسبة اللقاءات السنوية للبنك الدولي. جزيل الشكر مرة أخرى للسيدة سلمى حسين. شكرا لك، شكرا جزيلا، شكرا. في الختام شكرا لكم مستمعينا على الاهتمام والمتابعة، تجدون هذه الحلقة كغيرها من الحلقات الجباية ببساطة على الفيسبوك وتويتر، تابعونا على الجباية ببساطة، نلتقي الشهر القادم، إلى اللقاء. تحية لهشام بن عمارة في الإخراج، وليد بن رحومة من أمام المصدح، أحييكم وأقول لكم إلى اللقاء. تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم، نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.